السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم شباب؟ طبعا وياكم أخوكم مصطفى علي، واليوم هعلمكم كيفية تعريب أي تليفون أندرويد. أوكي، طبعا إذا كان أوروبي أو عنده تنصيب أي روم أو تحديث الروم، إن كانت يعني روم أجنبية أوكي أو أوروبية، نقدر نعرب الجهاز عن طريق برنامج اسمه مور لوكيل. اوكي، مثل ما تشوفون نروح على البلاي ستور. طبعا في شيء كلش بسيط، ننزله من البلاي ستور. اوكي، نروح نكتب بالسيرش مور ام او ار اي لوكيل 2، نطلع التو وليس الوان. اوكي، مثل ما تشوفون هيات اول واحد. طبعا سووا له انستل، انا مسوي يعني منصبه قبل. اوكي، نطلع نبحث عليه، هيا تيمور لوكيل. اوكي، وحشوفون باقي لغات العالم الموجوده. اوكي، ومنها اللغه العربيه هي ايجيبت. اوكي، ندوس عليها. مثل ما تشوفون تحولت يعني اللغة إلى لغة عربية. أوكي، نطلع نرجع. حشوفون الجهاز حيحمل. مثل ما تشوفون لا يوجد بيانات متوفرة حول الطقس، يعني تعرب الجهاز والباقي تشوفون حتى القوائم يعني تعربت. أوكي، وبقية البرامج نرجع مرت اللوخ، نسوي انجليزي. اوكي، ندور على الانجليزية، انجليزية كندا، نحط الانجليزية كندا. اوكي، مثل ما تشوفون رجعت القائمة الى انجليزي. اوكي، واتوقع انه برنامج سهل الاستخدام. اما بالنسبة الى الكيبورد العربي، تقدرون همينه تروحون على البلاي ستور وتنصبون الكيبورد اللي دا استخدمه حاليا. اوكي، هذا الكيبورد اللي يشبه كيبورد الحاسبة اللي هو نفسه بالضبط. اوكي، ماكو اي اختلاف بيه، اللي هو اسمه هاكرز كيبورد، HACKER. اوكي، هنشوفه بالسيرش. اوكي، هاكرز كيبورد، ثاني واحد ندوس عليه، راح اشوفه اول واحد تنصبوه، وبعدين راح يتنصب الكيبورد مثل يعني كالعادة. اوكي، وحتستخدموه. طبعا اتمنى استفاديتوا من الشرح ومن كيفية تعريب اي جهاز اندرويد. كان معكم أخوكم مصطفى علي، ولا تنسونا بلايك وسبسكرايب على مود يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. تحياتي لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو أخباركم شباب؟ طبعا وياكم أخوكم مصطفى علي، واليوم هعلمكم كيفية تعريب أي تليفون أندرويد. أوكي، طبعا إذا كان أوروبي او عنده تنصيب اي روم او تحديث الروم، ان كانت يعني روم اجنبية اوكي او اوروبية، نقدر نعرب الجهاز عن طريق برنامج اسمه مور لوكيل. اوكي، مثل ما تشوفون نروح على البلاي ستور. طبعا في شيء كلش بسيط، ننزله من البلاي ستور. اوكي، نروح نكتب بالسيرش مور ام او ار اي لوكيل 2، نطلع التو وليس الوان. اوكي، مثل ما تشوفون هيات اول واحد. طبعا سووا له انستل، انا مسوي يعني منصبه قبل. اوكي، نطلع نبحث عليه، هيات مور لوكيل. اوكي، وحشوفون باقي لغات العالم الموجودة. اوكي، ومنها اللغة العربية هي ايجيبت. اوكي، ندوس عليها. مثل ما تشوفون تحولت
يعني اللغة إلى لغة عربية. أوكي نطلع نرجع. حشوفون الجهاز حيحمل مثل ما تشوفون. لا يوجد بيانات متوفرة حول الطقس، يعني تعرب الجهاز والباقي تشوفون حتى القوائم يعني تعربت. اوكي وبقية البرامج نرجع مرتلوخ نسوي انجليزي. اوكي ندور على الانجليزية، انجليزية كندا، نحط الانجليزية كندا. اوكي مثل ما تشوفون رجعت القائمة الى انجليزي. اوكي واتوقع انه برنامج سهل الاستخدام. اما بالنسبة الى الكيبورد العربي، تقدرون همينة تروحون على البلاي ستور وتنصبون الكيبورد اللي دا استخدمه حاليا. اوكي هذا الكيبورد يشبه كيبورد الحاسبة اللي هو نفسه بالضبط. اوكي ماكو اي اختلاف بيه، اللي هو اسمه هاكرز كيبورد، H A C K E R. اوكي هنشوفه بالسيرش. اوكي هاكرز كيبورد ثاني واحد ندوس عليه، راح اشوفه اول واحد تنصبوه وبعدين راح يتنصب الكيبورد مثل يعني كالعادة. اوكي وحتستخدموه. طبعا اتمنى استفاديتوا من الشرح ومن كيفية تعريب اي جهاز اندرويد. كان معكم اخوكم مصطفى علي، ولا تنسونا بلايك وسبسكرايب على مود يصلكم كل ما هو جديد ومفيد. تحياتي لكم.